بالنسبه للاخوان ديال جبهه القوى الديمقراطيه، عندنا مشكل. المره اللي فاتت وهنا كنجيب المحضر ديال الجلسه، وكنت قلت باش يتسجل في المحضر ديال الجلسه، لانه توزيع الوقت ما يمكنش يكون فيه واحد النوع من، خص يكون فيه واحد العداله. اذا في المحضر ديال الجلسه اللي كانت هنايا الرئاسه اللي كان فيها المساءله الشهريه، اكدت السيده ريم شباط بانها تنتمي الى هذا الحزب الاف اف دي، يعني جبهه القوى الديمقراطيه، اللي ما كتطالب بالحصه ديالها خاصه. دابا واش نتوما بثلاثه ولا كل واحد بوحده؟ مره اخرى لتاكيدها في المحضر، لانه ستكون عندها تبعات، غنعرضها في المجلس وغادي ندفع للمحكمه الدستوريه. اذا كان التخلي عن الفريق فهو غادي يتبعوا التجريد، اذا كان الفريق فهو عنده توقيت، الا غتطلبوا 5 دقائق لكل واحد، العداله والتنميه خصهم 52 دقيقه، والاستقلال 80 نائب في 5 راه خصو 400 دقيقه. ما كنحسبوش احنا الدقائق بالعدد النواب، كنحسبوا الدقائق بحسب الانتماء. فين كاين؟ تفضل خذ الميكرو، اعطيها الميكرو باش نسجلوا في المحضر. السيد الرئيس، جرات العاده كنعطيوكم الاسماء الاسم ديال المتدخل قبل ب 24 ساعه. اتفقنا انا والاخوان الاخوان بجوج بانه غادي تقسم عندنا 8 دقائق، غادي تقسم على جوج. ديال 8 دقائق، علاش عطيتي راسك هذا الحق ديال 8 دقائق؟ عطاونا حنا كاعضاء ديال الحزب ديال جبهه القوى الديمقراطيه. والفريق اللي فيه 13 هو ياخذ 8 دقائق، اللي فيه 3 ياخذ 8 دقائق، واللي فيه 13 ياخذ 8 دقائق. عطاونا بثلاثه بينا 8 ديال الدقائق السيد الرئيس. وصلنا ميساج من الإدارة بأن عندنا 8 ديال الدقائق بثلاثة بينا، ماشي عندي أنا. اتفقت أنا والإخوان قسمناها على جوج، قلنا غندخلوا بجوج بينا أنا والأستاذة شفيقة، أنا 4 دقائق وهي 4 دقائق. علمنا الإدارة. اليوم بحالي بحالكم كنتفاجئ بالأستاذة شفيقة، اتصلت بالإدارة قالت لهم أنا غناخذ 5 دقائق و30 وريم شباط غادي تاخذ 2 دقائق و30. هذا هو الإشكال بالضبط. أنا ما طلبت بخمسة دقائق، ما قلت 8 دقائق. هذا هو الإشكال. هذا هو الإشكال. فاش تواصلوا معايا الإدارة قالوا لي الأستاذة شفيقة ها شنو اتصلت؟ قلت لهم ما يمكنش حتى النهار بنهارو. كملتي السيدة النائبة؟ كملت السيد الرئيس. دابا الأخت شفيقة كطلب الثلثين الحصة. وأنت تطالبين بنصف الحصة. عرفتي اش غديروا؟ كون جا من الصاب كون جا هو يطلب بحصه اضافيه. الا سمحتوا غادي ناجلوا المداخله ديالكم حتى تتفاهموا وتعطونا الاسم اللي غيتدخل، والتوقيت هو واسي واخا. كيفاش غنتواضع معك؟ هذا راه حق دستوري ديال الجميع، هذا انا كنضمن الحقوق للجميع. تفاهمي مع الاخت. الكلمة للسيدة النائبة فاطمة التامني إلى حين تفهموا. فاطمة التامني تفضل سيدة النائبة. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.